اجتهد حسن زوجة سيامان تصدم المتابعين بحقيقة نزعها للحجاب وعملية تجميل أنفها. نعم مثل ما سمعتوا، فبمجموعة من الاستوريات كشفت شهد حسن أنها عم بتحضر لمفاجأة وخبر جديد بس ما أعلنت عنه، وصرحت أنها رح تتخذ قرار كتير كبير قريبا، مما خلى المتابعين يتسألوا عن شو هو القرار اللي رح تتخذه شهد. فطلعت عدة إشاعات بخصوص هالخبر، من بينها أن شهد حامل بمولودها الثالث. لترد شهد على هالإشاعة وتكشف أنها مو حامل. إنه أنت حامل، أنت حامل. المفاجأة هي انه انا حامل. نعم لا بمزح، حامل كلكم حامل حامل. طبعا فيني هلا اعملكم برانك واستمر فيه، بس خلص ما رح اعمل فيكم هيك، احكي معكم الصراحة. اوكي بعيد عن المزح، انا مو حامل وما عم بلمح انه انا حامل او شيء، وما مقررة اصير حامل لانه حاليا عندنا اثنين واثنين صغار وبدهم اهتمام، وانا بصراحه يعني ما بدي ستريس اكثر من هيك. وطلعت اشاعه ايضا انها حتعلن عن قرار خلعها للحجاب. لا ترد شهد ايضا وتنفي هالاشاعه. مهم بعض الناس يعني ممكن يكون الموضوع المهم انه انا راح اشيل الحجاب. حابه اطمنكم اريحكم انه لا ما راح اشيل الحجاب، وان شاء الله ان شاء الله ما راح يجي ولا شيء. فمن بعد هالإشاعات الكتيرة قررت شهد تطلع وأخيرا لتكشف حقيقة القرار، وهو اتخاذها لقرار خضوعها لعملية تجميل لأنفها قريبا. وصرحت أنها حضرت للموضوع واتخذت القرار النهائي وحددت موعد العملية. كان بدي أعمل عملية تجميل، عملية تجميل للأنف، بس ما كنت متأكدة 100% وقتها من 3-4 أشهر، كنت يعني تقريبا متأكدة 70%، كنت لسه عم بشوف دكاترة وأشوف يعني أدور على دكتور ممتاز لحتى يعمل لي العملية هيك تكون كتير طبيعية وما يبين إنه أنا عاملة عملية تجميل وبين شكلي فيك. فشو رأيكم بقرار شهد المفاجئ وكل الإشاعات اللي طلعت عنها آخر فترة؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، فلا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في كن دائما الأقرب.